انزل مع اصحابي شويه. ايه اللي معاك ده؟ اندومي عامل لك واحد؟ وانا مش قلت لك ما تاكلش اندومي تاني؟ والله طعمه جميل. انت واكل كام واحد امبارح؟ خمسه بس. خمسه؟ اول واخر مره اشوفك بتاكل اندومي. حاضر، ده اخر واحد ومش هاكل تاني. انزل. انزل وما تتاخرش. حاضر. عذرا عايزنك يا باشا اعمل واحد اللي هو حاضر. الو اخويا ماله؟ طب انتوا فين؟ يا دكتور تعال لي بسرعه على البيت، اخويا بيموت في انتظار. اتفضل يا دكتور. بسرعه على النبي يا دكتور. هو بياكل ايه؟ خير يا دكتور، هو ليل ونهار بياكل اندومي. انا اسف ان انا بقول لك كده، بس من كتر اكل الاندومي معدته اتهرت وجاله كانسر في المعده. اخويا انا جاله كانسر في المعده؟ وايه الحل يا دكتور؟ باذن الله يقوم بالسلامه، انت عارف ان ربنا كبير. انا دلوقتي هكتب لك على شويه علاج يمشي عليهم بانتظام. صح على اي ام ما تسمعيش كلام ابنك وتجيب له اندومي عشان كتره بيهري المعدة وغلط. وبالنسبة للأطفال اللي بتفطر وتتغدى وتتعشى اندومي، الاندومي بيجيب أمراض خبيثة، ربنا يعافي الجميع. يا رب تكون الفكرة عجبتكم واستفدتوا منها.